أحكام بالحبس على نحو 90 من رافضي الانقلاب بينهم 26 طالبا بجامعة الأزهر. إقبال ضعيف من المصريين في الخارج على التصويت في ثاني أيام الاستفتاء. الأطباء يؤكدون تمسكهم بمشروع الكادر ويدعون لإضراب شامل مطلع الشهر القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من الجزيرة مباشر مصر، أهلا بكم. قضت محكمة جنح مدينة نصر بالحبس عامين وستة أشهر على 26 طالبا بجامعة الأزهر على خلفية أحداث المدينة الجامعية التي وقعت نهاية شهر نوفمبر الماضي، وهي الأحداث التي وقعت في المدينة الجامعية بالأزهر وقتل خلالها الطالب بكلية طب الأزهر عبد الغني حمودة إثر اقتحام قوات الأمن لمدينة الطلبة. هذا وتجمع اليوم المئات من طلاب جامعة الأزهر بفرعيها البنين والبنات أمام مقر المحكمة في أكاديمية الشرطة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين وضرورة فتح تحقيق في مقتل آخرين من زملائهم. وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة حبس 35 من طلاب جامعة الأزهر اعتقلوا أمس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إثارة الشغب. وكان اتحاد طلاب جامعة الأزهر قد أكد اعتقال 113 طالبا من داخل المدينة الجامعية أمس، مما يرفع عدد طلاب الأزهر الذين اعتقلوا خلال الأسبوعين الماضيين فقط إلى نحو 300 بينهم 22 طالبة. كما اقتحمت قوات الأمن في ساعة متأخرة من الليلة الماضية شقة لعدد من طلاب كلية الهندسة بالأزهر في منطقة الحي السابع بمدينة نصر واعتقلت الطلبة الذين كانوا موجودين بداخلها. خرجت مسيرات طلابية رافضة للانقلاب العسكري بعدد من الجامعات، ففي جامعة القاهرة انطلقت مسيرة ردد المشاركون فيها هتافات رافضة للتدخل الأمني بالجامعات ومطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين. كما خرجت مسيرات لجامعة القاهرة وفرع جامعة الأزهر بالدقهلية ومعهد التعاون الزراعي. وفي جامعة الزقازيق قامت قوات الأمن بتفريق مظاهرة طلابية رافضة للانقلاب العسكري، حيث ألقت قنابل الغاز المسيء للدموع داخل الحرم الجامعي ما أدى لإصابة عدد من الطلاب بحالات اختناق. كانت مظاهرات قد خرجت في الجامعة تنديدا بما وصفوه بحملات الاعتقال ضد الطلبة، مطالبين برفع القمع الأمني الممارس على الجامعة وعودة الشرعية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا في الاستوديو أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعات المصرية. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. وفي البداية، يعني ما هي التأثيرات المتوقعة للأحكام القضائية المتواصلة بحق طلاب الأزهر وذلك على الحراك الطلابي والثوري داخل الجامعة؟ يعني بكل تأكيد أن الأحكام القضائية ما تزيد للطلاب إلا إصرارا وثباتا على استكمال مسيراتهم السلمية، وهي دفاع بكامل الحرية
عن حق وحقوق الشهداء الذين سقطوا منذ بداية انقلاب 3 يوليو إلى الآن. يعني اليوم يعني مهزلة جديدة في حق القضاء المصري، عندما يتم القضاء المصري يكون يداه أيضا في يد سلطات الانقلاب العسكري والجنرالات، يصبح الآن ليس القضاء المصري بل أصبح قضاء العسكر يعني يحكمون على هو في طلاب مصر. النهاية أستاذ أحمد هو حكم قضائي، يعني ولا نريد أن نطعن في الأحكام القضائية على هذا النحو، يعني ويوم من الممكن أن تعبر عن رأيك دون أن نتهم القضاء بأنه أصبح قضاء العسكر. انا لا تفضل. اتهم القضاء بشكل واضح، انا بتهم عده وقائع هقولها والساده المشاهدين يحكموا. احنا النهارده بنتكلم عن سجن 26 طالب من طلاب جامعه الازهر بتهمه التجمهر والاعتداء على شرطه الامن في ظل الوقت ان المفروض الحكم ده سالم اتى على خلفيه احداث المدينه الجامعيه يوم 29 نوفمبر، اذا المفروض يضم في هذه القضيه مقتل الشهيد عبد الغني. من الذي قتل؟ يعني النيابه حققت في اقتحام المدينه الجامعيه واعتدى وقالت ان الطلاب اعتدوا على الشرطه، هناك في هذا اليوم سقط شهيد الطالب عبد الغني طالب بطب الازهر، اين هذا الشهيد؟ اين حقه؟ من قتله الى الان؟ من قتله؟ يعني الطلاب عندما قالوا في التحريات قالوا من قتل الطالب في المدينه الجامعيه هو وزير الداخليه وداخليه العسكر. الشاهد الثاني ايضا في القضيه، عندما يقتل الطلاب داخل المدينه الجامعيه كان هناك تصريح على الملأ من وزير الداخليه الانقلاب محمد ابراهيم عندما قال ان ارسلت 40 تشكيل الى جامعه الازهر لضبط الامن في المدينه الجامعيه لمواجهه 300 طالب. هل هناك الأربعين تشكيل بهذه القوى المفرطة؟ هل هناك ديت نحن أمام جريمة استخدام القوى المفرطة ضد طلاب الأزهر بشكل واضح؟ النقطة الثانية، هل القضاء لم يحكم على طلاب الأزهر ب17 سنة وسنتين وأحكام انتقامية؟ ألم يكن هذا القضاء من حكم على الشهير في ونش الاتحادية بسنة مع إيقاف التنفيذ؟ طيب يا هناك أحمد، يعني أمور ما هي أهم الاتهامات التي كانت موجهة لهؤلاء الطلاب وحصلوا على إثرها على أحكام بالسجن لمدة 2 و6 أشهر؟ أولا كلها يعني اتهامات كاذبة، يعني التجمهر، الاعتداء على الشرطة، نحن رأينا رأي العين في كل مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب أن الداخلية هي من اعتدت على الطلاب بالخرطوش. وأنا هنا بتساءل، هل دايما احنا بنسأل المقتول؟ احنا بنسأل القاتل، من الذي قتل الشهداء؟ النقطة الثانية يا سالم، احنا النهاردة أيضا حضرتك ذكرت في العرض الإخباري هناك 300 طالب معتقل اعتقلوا في خلال الأسبوعين الماضيين، أول أمس اعتقل 113 طالب من داخل جامعة الأزهر، بل امتد الأمر إلى أصبحت جامعة الأزهر الآن تدار من مكاتب أمن الدولة، امتد الأمر إلى اعتقال الطلاب من داخل غرفهم في مباني المدينة الجامعية. أسألك في عجالة أحمد، يعني عن مصير هؤلاء الطلاب طبقا لبيان اتحاد الطلاب، وصلوا خلال أسبوع واحد إلى أكثر من 300 من الطلبة والطالبات. سريعا، النهارده ال 300 طالب كانوا عندهم محاكمة في أكاديمية الشرطة، كانت مهزلة إلى الآن لم يفصل فيها إلى الآن، لم نعلم هل يتم تجريد لهم 15 يوم. في وسط هؤلاء الطلاب أكثر من 22 طالبة، منهم طالبات في كلية الطب وطالبات في كلية الهندسة. الأمر نحن الآن ليست هناك في مصر قضاء ولا دولة، أصبحت عصابة يحكم العسكر. النقطة الأخيرة، بالأمس القريب تم اقتحام شقة طلاب كلية الهندسة في الحي السادس مدينة نصر واعتقال ما بها وما داخلها. لكي الامر الاخر بيقول لك لا ده الطلبه اللي بيفتعلوا الازمات وهم اللي يتظاهروا، هرجع اقول من الذي اعتقل الطالب مصطفى منير رئيس اتحاد طلاب جامعه المنصوره من منزله؟ الامر اعتد وسلطات الانقلاب العسكري الان يعني تقتحم كل السبل، ولكن نقول نحن كطلاب مصر لن نقف مكتوف الايدي امام هذا الانقلاب الدموي وسنواجه هذا أحمد الانقلاب الدموي. احمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعات المصريه، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. من ناحية أخرى، قضت محكمة جناح الأمرية بحبس 63 من رافضي الانقلاب العسكري لمدة 3 سنوات وتغريمهم 50,000 جنيه وبكفالة قدرها 5,000 جنيه، وذلك على خلفية مظاهرات بمنطقة الزيتون أواخر شهر نوفمبر الماضي. كما قضت محكمة حدائق القبة بنفس الأحكام على 24 آخرين اعتقلوا على خلفية مظاهرات بمحيط قصر القبة أواخر شهر نوفمبر الماضي. ووجهت النيابة للمتهمين تهم التظاهر بدون ترخيص وإثارة الشغب وقطع الطريق. أفادت مصادر للجزيرة مباشر مصر أن الحصيلة النهائية للمعتقلين من منطقة السبع إمارات في مصر الجديدة بلغ 21 معتقلا منهم 7 سيدات،
تم اعتقالهم من قبل قوات الأمن إثر تفريقها مسيرة رافضة للانقلاب. وقالت المصادر أنه تم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما تم إخلاء سبيل طالب. وللمزيد من المتابعة حول هذه القضية ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود صابر المحامي وزوج إحدى المعتقلات. أهلا بك معنا أستاذ محمود. يعني في البداية، ما هي ملابسات هذه الواقعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجزيرة مباشر مصر وللعاملين فيها، تحياتي لكل أحرار مصر وحرائر مصر. اللي حصل يا فندم بالأمس بعد انتهاء فعالية رافضي الانقلاب التي كانت في منطقة السبع عمارات، اعتراضا على محاكمة رئيس الشرع في البلاد، قامت خفافيش الظلام مدعومة بالمدرعات بالقبض على 21 شخص، منهم سبع سيدات. أقول لحضرتك السبع سيدات منهم اثنين معلمات ألف حسب الكادر التعليمي الجديد، زوجتي معلمة أولى ألف لغة إنجليزية، وزميلتها معلمة أولى ألف لغة عربية، ويوجد معهم مهندسة هالة فؤاد، وكلهن تعليم عالي يا فندم، كلهن يعني مراكز اجتماعية مرموقة. للأسف الشديد ما حدث بالأمس فعلا يؤكد أننا في دولة خفافيش الظلام. خفافيش الظلام انضم إلى هذه الخفافيش رجال النيابة الذين ذهبوا ليحققوا مع المتهمين جميعا في إحدى نقاط الشرطة في منطقة الماظة بعيدا عن أعين المحامين. طب أستاذ محمود، يعني هل تم الطعن أمام النيابة على قرار الحبس؟ يا فندم القرار لم يصدر إلا من ساعة واحدة اليوم، من الساعة السابعة اليوم فقط، التحقيقات انتهت الثالثة فجر اليوم، ولم يصدر قرار الحبس إلا الساعة السابعة مساء، أي بعد يعني بيوم كامل، ولم ندري ما هي الحسيات، ولم يطلع أحد على المحضر. يعني أخذوا الإخوة والأخوات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى نقطة الماظة في منطقة ظلماء، وادعوا أنه لا يوجد هناك أحد. ذهبنا بعد أن علمنا أنهم هناك أنكروا وجودهم، وفي قسم الشرطة أنكروا وجودهم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود صابر المحامي وزوج إحدى المعتقلات في أحداث السبع عمارات في مصر الجديدة. كما قررت نيابات جنوب الشرقية إحالة 150 من رافضي الانقلاب إلى محكمة الجنايات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإثارة الشغب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. من جانب آخر، قررت النيابة إحالة الدكتور فريد إسماعيل والدكتور أمير بسام عضوي مجلس الشعب السابقين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف. أضرب عدد من السجناء في سجن وادي النطرون عن الطعام، وذلك بسبب تجديد حبسهم 45 يوما على خلفية أحداث فض اعتصام النهضة. وقال شقيق أحد المعتقلين في سجن وادي النطرون إن شقيقه يعاني من عجز شبه كامل في القدم اليسرى. الجدير بالذكر أن آخر تجديد حصل عليه السجناء كان يوم 20 من ديسمبر الماضي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف عبد الرزاق شقيق أحد المعتقلين في سجن وادي النطرون. أهلا بك معنا أستاذ عبد الرزاق. يعني ما هي الظروف احتجاز هؤلاء المعتقلين داخل سجن وادي النطرون، ولماذا قرروا الإضراب عن الطعام؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الرزاق. أفاد شهود عيان أن محكمة جناح مستأنف عابدين المنعقدة بأكاديمية الشرطة
منع دخول الإعلاميين وأهالي المتهمين، وذلك خلال جلسة نظر الاستئناف المقدم من أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 50,000 جنيه ووضعهم تحت المراقبة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص في أحداث مجلس الشورى الشهر الماضي. أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة إلى 2 فبراير المقبل النطق بالحكم في قضية الزميل محمد بدر مصور الجزيرة مباشر مصر و61 آخرين في أحداث رمسيس الأولى. ويأتي هذا التأجيل بعد أن كان متوقعا النطق بالحكم اليوم بعد 6 أشهر على اعتقال الزميل بدر الذي يواجه تهم حيازة جهاز بث وكاميرا وتعطيل المرور وإتلاف ممتلكات وضرب رجال أمن. هذا وتجدد شبكة الجزيرة الإعلامية دعوتها للسلطات المصرية بالإفراج عن الزميلين محمد بدر وعبد الله الشامي مراسل الجزيرة في القاهرة، وتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتيهما. أخلت نيابة قصر النيل سميل 3 من أعضاء حزب مصر القوية بضمان محل الإقامة بعد إلقاء القبض عليهم أمس لحيازاتهم منشورات تحرض على تعديل الدستور والتصويت بلا. كان حزب مصر القوية قد أدان على لسان القيادي محمد المهندس في تصريحات نشرت على صفحة الحزب على فيسبوك أدان القبض على 3 من أعضائه مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يسمى تهمة الدعوة للتصويت بلا. قال المستشار وليد شرابي مؤسس حركة قضاة من أجل مصر في برنامج بلا حدود، قال إن الوضع القضائي الحالي في مصر مؤسف جدا، مشيرا إلى أن حوالي 20% من القضاة في مصر فاسدون على حد وصفه، وأضاف أن العسكر حريصون على استمرار القضاء في هذا الوضع. كما أفصح شرابي عن أن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة قام بتشكيل عدة دوائر لنظر قضايا ما سماه بالإرهاب، وأنه قام بتعيين قضاة لهذه الدوائر ممن لديهم موقف مسبق من جماعة الإخوان المسلمين على حد قوله. في ظل الوضع الحالي القضاء سيظل في صورة مؤسفة، لأن لن يتم أي حالة من حالات الإصلاح. العسكر حريص على استمرار القضاء بهذا الأداء السيء الذي يورط للأسف الكثير من الوجوه القضائية دون أي إصلاح حقيقي في المنظومة القضائية. إصلاح القضاء مرهون بكسر الانقلاب. اجتمع نبيل صليب مع مجموعة من القضاة. نبيل صليب اللي هو مين؟ رئيس محكمة استئناف القاهرة. ده اللي هو المفروض بيوزع القضايا. الجمعية عمومية أوكلت إليه أو يعني فوضته في إن هو يوزع القضايا. مين يا جماعة عايز يحكم على الإخوان؟ فظهر مجموعة من القضاة قال لك أنا عايز أحكم على الإخوان. وأضاف شرابي أنه تم تحريك بعض الدعاوى الجنائية أمام المحاكم الدولية ضد بعض المسؤولين من قادة العسكر والقضاء في مصر ممن ثبت تورطهم في الأحداث التي شهدتها مصر عقب الانقلاب العسكري. وأضاف أن بعض القضاء أخل بالإعلان المصري لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للقضاء في بعض القضايا. بقول إن هو في فعلا خطورة أصبحت قريبة جدا من بعض الشخصيات القضائية وغير القضائية، لكن أنا بما إن احنا بنتكلم عن الشأن القضائي ففي خطورة حقيقية. والعسكر والمؤسسات الأمنية داخل مصر أصبحت حائل ما بين العديد من الشخصيات التي تم مباشرة إجراءات حقيقية معها في محاكم دولية ولا يتصل علمها بحقيقة هذه المحاكم وما يتم ضدهم الإجراءات الآن. دول قضاء؟ البعض منهم قضاء طبعا. مصريين؟ طبعا. الآن في إجراءات بدأت ضدهم في محاكم دولية؟ طبعا طبعا، بسبب الأحكام والتجاوزات التي تصدر منها. يعني حدثنا مثلا عن المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة. ايوه قول لنا بقى. تصريحه اللي طلع في الشروق واللي هو بيعد مستند حاليا لما قال ان احنا تعمدنا عدم التحقيق في مقتل 7 من الإخوان اثناء قصر الاتحادية، ده بالتاكيد في اخلال للاعلام العالمي لحقوق الانسان. تواصلت الفعاليات المنددة بالانقلاب العسكري في العديد من المحافظات. ففي مدينة بئر العبد بشمال سيناء نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية مظاهرة رافضة للانقلاب العسكري والإجراءات القمعية التي يمارسها ضد مؤيد الشرعية. شارك بالفعالية العشرات من أبناء القبائل إلى جانب حركة نساء ضد الانقلاب، ورفع المشاركون صورا للشهداء والمعتقلين من أبناء المحافظة ورددوا هتافات تندد بدستور العسكر والذي وصفوه بأنه كتب بدماء الشهداء.
وصل مصريون في الخارج التوافد على مقار بعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، قال إن عملية الاقتراع في كافة السفارات تسير بشكل طيب ولا يعكر صفوها أي مشاكل كبيرة تعوق عملية التصويت على حد وصفه. وأشار إلى أنه تم حتى الآن طباعة 77 ألف بطاقة بيانات اللازمة لعملية التصويت. يذكر أن عدد من يحق لهم التصويت في الخارج يبلغ نحو 670 ألفا. نظم أعضاء من الجالية المصرية في العاصمة الفرنسية باريس، نظموا وقفة أمام مقر السفارة المصرية رفضا للاستفتاء على مشروع الدستور. وردد المشاركون في الوقفة شعارات مناهضة للانقلاب العسكري ومطالبين بمقاطعة الاستفتاء على ما وصفوه بدستور الدم، مؤكدين أنه سيتم إسقاطه. إعادة الشرعية لمصر كفاية علينا استعباد 65 سنة، كفاية قوي، كفاية علينا حكم عسكر، كفاية. عندك أمل إن الانقلاب ده يزول؟ بالتأكيد، بالتأكيد طبعاً. الانقلاب هيزول، هيزول، هيزول إن شاء الله. مش هيطول، مش هيطول. لا للباطل، وأنا عارف إن الله هيصوره يقول لك نعم، أنا عارف وتأكد. دي مش جديدة علينا، يعني 65 سنة مصورين المفسدين في الأرض، ها؟ اللصوص الحرامية، ها؟ 65 سنة مستعملين. وفي العاصمة البريطانية لندن تباينت آراء المصوتين بين مؤيد بشكل كامل للدستور ورافض له ومتحفظ على بعض مواده، فيما نظم أفراد من الجالية وقفة أمام السفارة احتجاجا على إجراء الاستفتاء. أنا جاي طبعا عشان أصوت للدستور، وأنا شايف أن الدستور ده أحسن دستور اتكتب في الفترة الحالية، والدستور اللي اتعمل سنة 2012 ما كانش بيحقق أي أحلام أي مصريين. أما الدستور الجديد فيه حاجات كتير قوي بالنسبة حقوق المرأة، حقوق الطفل، حتى حقوق المغتربين اللي احنا هنا. أنا مقاطع هذا المهزلة التي يدعون أنها استفتاء، ولا أعترف به، لأن التصويت اعتراف بشرعية الانقلاب. من الخطأ أن يتصور الناس أن الدستور يجب أن يكتب على طريقته، وإذا كان فيه فصلة أو نقطة ناقصة ما يعجبوش، هو نتيجة نوع من الوفاق يخرج بنا من الوضع الحالي، ثم نبدأ إعادة بناء بلدنا بشكل يجمع الجميع. احنا بصراحة لا نعترف أساسا بالاستفتاء. هذه لجنة من 10 أفراد وضعت دستور وأعطته اللجنة معينة أيضا لا تمثل الشعب المصري معينة، فإحنا ما بني على باطل فهو باطل. قال رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي، قال إن الاستفتاء على الدستور لحظة حاسمة بعد ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو لاستعادة حقوق الشعب. وطالب الببلاوي كل من يؤمن بالثورتين إلى نزول الاستفتاء حرصا على مصر على حد وصفه. وطمأن في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع مجلس الوزراء، طمأن الجميع على تأمين عملية الاستفتاء بشكل كامل وقوي، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على إجراء الاستفتاء في جو من الأمن والاستقرار وأيضا من الشفافية. من جانبه قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن هناك خطة أمنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين عملية الاستفتاء، محذرا كل من يحاول عرقلة ومنع المواطنين من الذهاب إلى الاستفتاء. وأضاف إبراهيم أنه ستتم مواجهة أي محاولة لتعطيل الاستفتاء بكل حزم، ونوه إبراهيم إلى أن خطة تأمين الاستفتاء مختلفة وتشمل تأمين الطرق المؤدية للاستفتاء، محذرا أن كل من يرتكب جرائم انتخابية سيواجه بالقانون. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر عسكرية أن 250 ألفا من عناصر تأمين وأفراد القوات المسلحة سيتسلمون مقر اللجان الانتخابية الاثنين المقبل قبل بدء عملية التصويت في الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء. وأشارت هذه المصادر إلى أن القوات ستتصدى بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات لإفساد عملية التصويت، مضيفة أن الوحدات الموجودة داخل اللجان الانتخابية لديها أوامر صريحة بمواجهة أي أعمال عنف تحاول إفساد الاستفتاء أو حرمان المواطنين من المشاركة فيه.
هذا وقررت اللجنة العليا للانتخابات إنشاء لجان لتصويت الوافدين في كل محافظة من محافظات الجمهورية في الاستفتاء المقرر إجراؤه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وقالت اللجنة العليا إنها قررت إنشاء شبكة معلومات مغلقة تربط لجان الوافدين ببعضها البعض إلكترونيا على نحو يمنع تكرار التصويت في الاستفتاء على حد قولها. وبحسب اللجنة تعتبر محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بمثابة محافظة واحدة تحت مسمى القاهرة الكبرى في تطبيق قرارها بشأن تصويت الوافدين. قالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قلقة بشأن الاستفتاء على الدستور في مصر، وحثت الحكومة المصرية على ضرورة الأخذ في الاعتبار بالتصويت التي أصدرها مركز كارتر مؤخرا بخصوص حالة الاستقطاب التي تسبق إجراء الاستفتاء على الدستور. وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن هذه الحالة قد تؤثر على مصداقية نتائجه على حد قولها، وأضافت أن نجاح المرحلة الانتقالية الديمقراطية في مصر ليست مهمة للشعب المصري وحده بل للمنطقة كلها وللولايات المتحدة أيضا. أصدرت رابطة علماء المسلمين فتوى بضرورة مقاطعة الاستفتاء المقرر الأسبوع المقبل على تعديلات الدستور. وأرجع بيان رابطة الفتوى لبطلان كافة الإجراءات المتعلقة بتعديلات صادرة عن انقلاب وصفته بالدموي خرج على حاكم مسلم قدمه أهل الحل والعقد في بلده وارتضوه رئيسا لهم، وهو أمر لا تجيزه شريعة ولا يسيغه قانون. وأشار البيان إلى أن هذه الوثيقة قد كرست لعلمانية عسكرية مستبدة تهدر حقوق الإنسان. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح استغلال أطفال إحدى دور الأيتام للهتاف باسم الفريق السيسي في مؤتمر عقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. جدير بالذكر أن منظمات حقوقية وجمعيات معنية بالطفولة سبقت أن تقدمت ببلاغات ضد ما سمته استغلال أطفال في اعتصام رابع العدوية الذي تم فضه. بنحبك يا قائدنا الله يا حامي ثورتنا الله بنحبك يا قائدنا الله يا حامي ثورتنا يلي وثق علينا عبد الناصر زعيمنا يلي وثق. وينضم الينا للتعليق على هذا الموضوع عبر الهاتف المخرج عز الدين ديودار. اهلا بك معنا استاذ عز الدين. كيف ترى ما اعتبره البعض استغلال أطفال في جمعيات دور أيتام للترويج للدستور الجديد وللهتاف للفريق عبد الفتاح السيسي؟ وده طبعا شيء مخالف استغلال الايتام استغلال الاطفال اللي هم مفترض ان هم في رعايه الدوله او في رعايه المؤسسه اللي هي تبع الشؤون الاجتماعيه، ده امر مخالف جدا. يعني كان مفترض ان هم على الاقل لو عايزين يعملوا حاجه زي كده يجيبوا اطفالهم، انما يجيبوا اطفال ايتام في دار ايتام تبع الدوله ده امر يعني يعتبر جريمه. الامر الثاني ان الجريمه النقطه الثانيه في الجريمه ان الاطفال دول تم استغلالهم في حدث سياسي مفترض ان هو يعني يصدعونا دائما يعني طول الفتره اللي فاتت في استغلال الاطفال في السياسه او في التظاهرات وفي كذا اعمال، وهم افترض ان هم القائمين على هذا العمل جابوا الاطفال يعني خلوهم يشيلوا صور للفريق السيسي ولتحليل سته او يعني مؤيدي تحليل سته وصدروهم في مؤتمر لهذا الامر مفترض ان حتى يتعاملوا معهم بادميه، انما اطفال صغار بنات وفي سن مثلا ست سنوات وخمس سنوات واربع سنوات يقفهم بفساتين مفترض ان هي يعني احنا الجو النهارده يعني كانوا لسه امبارح بيتكلموا عن درجه الحراره والتقلبات الجويه اللي عملها الحكومه الرئيسيه النهارده جايبين اطفال اربع سنين وثلاث سنين وخمس سنين واقفين. شكرا أشكرك شكرا جزيلا المخرج عز الدين ديودار مقدم هذا البلاغ. أنهت لجنة الخمسين تعديل دستور 2012 أو كتابة دستور جديد بعد ثلاثة أشهر من المداولات
سبقتها انتقادات وجهت لتشكيل اللجنة وما إن كانت تمثل مختلف فئات وشرائح المجتمع. وقد تفاوتت حدة الانتقادات الصادرة من مؤيدي الانقلاب الذين اصطفوا وراء المسودة محل الاستفتاء على نحو ذكر البعض بما قيل عن الدستور المعطل. 50 مصريا جرى تعيينهم لتعديل دستور 2012 الذي عطله انقلاب 3 يوليو. رموز وشخصيات بعضها خبر العمل العام وخبره المصريون جيدا، وقادمون جدد أفرزتهم تناقضات الساحة المصرية منذ نجاح ثورة يناير واشتداد حدة الاستقطاب والفرز السياسيين بعد الانقلاب. واجهت اللجنة انتقادات حادة من طرف مؤيدي الانقلاب قبل غيرهم تمحورت حول العضوية، فمن قائل بضعف التشكيل إلى قائل بتجاهل وتهميش تمثيل فئات وقوى اجتماعية مهمة. انتقادات أخرى صبت في اتجاه تهميش الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لصالح الأحزاب اليسارية والليبرالية، بيد أن الرئاسة أوضحت أنها خاطبت حتى حزب الحرية والعدالة للانضمام للجنة لكنه رفض. أكثر من ذلك ذهب البعض إلى رفع دعاوى قضائية تطعن في تشكيل اللجنة وما شابه من عوار على مستوى التمثيل على الأقل، لكن هذه الدعاوى لم تصل إلى منصة القضاء قط. لم تلتفت سلطات الانقلاب لهذه الانتقادات التي لم يذهب بها أصحابها أبعد من تسجيل موقف هنا وآخر هناك. في المقابل هناك من اعتبر تشكيل اللجنة إنجازا يحسب لخريطة المستقبل أو الطريق باعتبار الدستور بندا رئيسا فيها. لم تخلو مداولات اللجنة من مطبات وخلافات وانسحابات وصفت بالمحدودة، وكان اللجوء للتسوية حاضرا وبقوة بعد أن تحول التكليف من تعديل دستور سابق إلى وضع دستور جديد من وجهة نظر كثيرين. أبعد من التسويات رفعت اللجنة بعض المواد إلى رئاسة الجمهورية لتبت بشأنها، كما هو الحال مع النظام الانتخابي وأيهما الأسبق، الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية والفئات ذات الخصوصية. أنهت اللجنة أعمالها وها هو الدستور المعدل أو الجديد يطرح للاستفتاء مسبوقا بحملات دعائية ضخمة تعكس مدى رهان مؤيدي الانقلاب عليه، رغم أنه لم يشفي غليل الداعين لمدنية الدولة تماما، ولا هو أرضى تطلعات الأقباط والمرأة والشباب والعمال والفلاحين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وأستاذ القانون العام. أهلا بك معنا دكتور أحمد. يعني المصريون وصلوا لليوم، المصريون في الخارج بالطبع وصلوا لليوم الثاني على التوالي التصويت على التعديلات الدستورية. كيف تبعت هذه العملية وما هي دلالات ما وصفه البعض بضعف التصويت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خليني بداية أقول لك أن موضوع التصويت للمصريين في الخارج كان من أهم المستحدثات التي أنتجتها ثورة 25 يناير لما صدر القانون 130 لسنة 2011، واللي كانت أول مرة نعمل حاجة اسمها تصويت للمصريين بالخارج كان في استفتاء 19 مارس، وكان ده من أهم المكتسبات اللي بتدي الحق لكل المواطنين المصريين في الخارج والداخل ان هم يتمتعوا بحق من الحقوق المدنيه والسياسيه، الا هو الحق في المشاركه في كل الاستحقاقات الانتخابيه التي تمر بها البلاد. لكن ربما الان يتم استغلال هذا الحق لتحقيق باطل، يعني هو حق يراد به باطل. مساله ان يتم الان العمل على تعطيل نصوص الدستور بما فيها المواد المتعلقه بالمبادئ الاساسيه للدستور، وهي النصوص المتعلقه بالحقوق التي لا يجوز اسقاطها ولا تعطيلها بتعطيل الدستور، ومنها النصوص المتعلقه بممارسه الحقوق السياسيه وعلى راسها الحق في المشاركه في الحياه السياسيه. الان حينما تمارس سلطه الانقلاب ذلك، اولا هي تعمل على ان يكون هناك تصويت للمصريين من الخارج دون ان تحدد تحديد دقيقا لإحصائية كاملة تحدد قوائم المصريين بالخارج. ليس لدينا إحصائية رسمية تحدد عدد المصريين الموجودين بالخارج حتى يتم شملهم في جدول انتخابي من خلاله نقدر نستطيع أن نقول أن عدد المصريين الذين شاركوا هم كذا، وبالتالي ده بيفتح الباب النسبة. نعم، وده بيفتح الباب إلى أن يتم إختار أو إصدار قرارات بأن في 10 مليون 15 مليون في الخارج صوتوا للدستور بنعم، وطبعا ما حدش هيقدر يراقب ده ولا يحاسبه. هي الأعداد المذكورة دكتور أحمد يعني حوالي 600 ألف.
ربما الذين لهم حق التصويت من المصريين في الخارج. انا يعني ربما انا اضرب مثل، ربما يخرج يقال بان ربما 600 الف كلهم صوتوا او 500 الف منهم، ما عندناش احصائيه كامله توضح عدد المصريين او اسمائهم في قوائم الانتخابات. الحاجه الثانيه زي ما كنت بقول لك، من النصوص الدستوريه التي لم تعطل هو الحق في التصويت والحق في المشاركه كاحد الحقوق المدنيه والسياسيه، واللي الشعب المصري اختار وقرر وحدد بارادته ان تكون هذه الاستحقاقات الانتخابيه تحت اشراف قضائي كامل. الآن أنت تحاول أن تعطل هذا الحق بتعديل لقانون المشروعية السياسية لتسمح بأن تكون هناك هذه الاستحقاقات تحت إشراف غير قضائي، وده بيفتح الطعن على بطلان هذا الاستفتاء لسببين. السبب الأول فيما يتعلق بعدم وجود إحصائية كاملة تحدد قوائم الناخبين، وأيضا عدم وجود إشراف قضائي كامل على هذه العملية، ولا يحول أبدا دون ممارسة أنت تقصد ذلك. العملية اللي هي عملية الاستفتاء بالنسبة للمصريين في الخارج؟ نعم نعم نعم. يعني هناك حلول قانونية كثيرة فيما سبق طرحناها فيما يتعلق بكيفية تفادي مسألة أن تكون ألا يكون هناك إشراف قضائي على الاستحقاقات الانتخابية للمصريين في الخارج. هم يحاولون أن يستخدموا هذه أحد الثغرات التي يحاولون أن يدخلوا منها لشعار الشارع المصري كأحد الخداع الاستراتيجي التي تمارسه سلطة الانقلاب بأن هناك الكثر من المؤيدين لهذا طيب الدستور. يا دكتور أحمد، كيف تابعت عملية التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج خلال اليومين، سواء بالأمس أو اليوم؟ يعني كل الدلالات وكل المؤشرات تؤكد بأن المصريين في الخارج في معظمهم لم يقروا ولم يعترفوا بسلطة الانقلاب في مصر، ولم يقروا ولم يعترفوا بهذه التعديلات الدستورية، على اعتبار أن هذه التعديلات بنيت على إجراءات مشوبة بالبطلان، وربما أنا كنت أرى فيها أنها غير مشوبة بالبطلان، وإنما هي بحسب الأصل منعدمة لا وجود لها. هي افتئات للسلطة واغتصاب للسلطة واغتصاب وافتئات على إرادة الشعب الذي اختار دستورا واختار له رئيس. الآن هذه المحاولات التي يحاولون من خلالها تمرير هذا الدستور يؤكد الشعب داخل مصر وخارج مصر بأنه لن يقبل بأن تمر هذه الإجراءات الغير قانونية بهذه الطريقة. ومع ذلك بانت الدلائل المؤشرات البدائية المبدئية بأن المصريين بالخارج غير قابلين للتصويت أو المشاركة في التصويت. يعني بعض الدول لم يصوت أحدا على الإطلاق، وبعض الدول صوت فردا واحدا، وربما المصريين يعني يسألون بعضهم في هذه الدول من الذي قام بالمشاركة في هذه التصويت. أخيرا في عجالة دكتور أحمد، كيف ترى البيان الذي أصدرته تحدثها باسم الخارجية الأمريكية وأعلنت عن قلق أمريكا من عملية الاستفتاء على الدستور الجديد؟ يعني أمريكا تشعر، ربما بدأت أن تشعر مؤخرا بأن الحراك السياسي في الشارع المصري في تصاعد مستمر، وربما هناك مزيد من الاحتقان والتوتر بما يهدد المصالح الأمريكية داخل المنطقة، وبالتالي هي تشعر بأن ربما الأيام المقبلة فيما يتعلق بالاستفتاء وما يلي من إجراءات وانتخابات قد يؤثر على منطقة الشرق الأوسط، على مصالح أمريكا الاقتصادية والأمنية خاصة المتعلقة بحماية وأمن إسرائيل. الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نظم عدد من أعضاء نقابات المهن الطبية وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة للإعلان عن تمسكهم بالمشروع الأصلي لقانون كادر المهن الطبية الذي تم تقديمه إلى مجلس الشورى السابق، فيما أعلن أعضاء النقابات الطبية والتي تضم الأطباء البشريين والصيادلة والأسنان والبيطريين عن بدء إضراب مفتوح بداية فبراير المقبل، بينما أعلن الاتحاد تنظيم إضراب جزئي يوم 19 من الشهر الجاري. وطبعا احنا بنطالب بالكادر وليس الحوافز. موضوع الحوافز اللي مقترحه الحكومه ده مرفوض تماما. الاتحاد مش هيوافق الا على موضوع الكادر فقط لا غير. واحنا في فعاليات من ضمنها الوقفه بتاع النهارده، ومن ضمنها تصعيد ان شاء الله يوم 19 و20 الشهر ده اضراب جزئي، وبعد كده من اول فبراير بيبقى في اضراب كلي ان شاء الله. احنا جايين هنا النهارده علشان موضوعين في الحقيقه، موضوع منهم موضوع الكادر، وموضوع الاخر موضوع الحريات للنقابيين. احنا عندنا النهارده طبعا موضوع الكادر اتكلم فيه زمايلي، موضوع الحريات احنا عندنا النهارده اطباء سواء بكل انواعهم معتقلين، عندنا اطباء شهداء، عندنا اطباء بيتبلطج عليهم في مستشفياتهم اثناء تاديه عملهم، عندنا اطباء يعني بيتسحلوا، عندنا مستشفيات بيتدخل جواها ويعتقل الطبيب والمريض من داخلها ويمنع الطبيب من. نظم عدد من طاقم التمريض بالمستشفى القبطي برمسيس وقفة احتجاجية داخل المستشفى للمطالبة بالانضمام إلى وزارة الصحة
ومساواتهم بأطقم التمريض في المستشفيات العامة، وطالبوا بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن تضخم أسعار الطعام والشراب، حيث زادت بنسبة 18% في ديسمبر العام الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2012. كما أعلن الجهاز ارتفاع نسبة التضخم لتصل إلى 10.3% عام 2013 مقارنة بنسبة 7.5% لعام 2012، وهو أدنى مستوى خلال 5 سنوات. وأرجع الجهاز ارتفاع أسعار السلع إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل موجة من الطقس السيء تضرب البلاد وأمطار غزيرة على القاهرة والإسكندرية. أهلا بكم من جديد. تواصلت في الإسكندرية أزمة انقطاع المياه في منطقة برج العرب لليوم الخامس على التوالي، وذلك بسبب انهيار الجسر الواقع بين مصرف تعمير الصحراوي وترعة المريوطية، وأدى توقف محطة مياه الشرب عن العمل إلى انقطاع المياه عن حوالي 1 مليون مواطن وتوقف العديد من المصانع. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم أحد شهود العيان من الإسكندرية. يعني إبراهيم، صف لنا الموقف الآن على أرض الواقع بعد يعني توقف مياه الشرب عنكم وانقطاعها عنكم لمدة 5 أيام متتالية. والله هو الموقف كان مازال كما هو، يعني انقطاع المياه منذ 5 أيام منهم الاثنين تقريبا انقطاع المياه عن مدينة برج العرب بالكامل. يعني يمكن مدينة برج العرب الآن تشهد طوال اليوم حالات جماعية للناس في الشوارع لملء جرادب المياه وزبع المياه من الحدائق في مدينة برج العرب ومن عربات الاحتفاظات المدينة، عربات التي تحمل المياه. يعني الحالة حالة سيئة جدا في الاحتفاظات المياه. على مدينة برج العرب تحدث قبل ذلك سابقة ساعات الأولى من نوعها في مدينة برج العرب انقطاع المياه لمدة 5 أيام. الوضع ما زال كما هو، يعني يمكن شركة مياه في برج العرب بعض الناس تسأل فيها، فالأسئلة الإجابة تكون إن لسه ما فيش أي معلومات عن القرية ستعود متى، ما حدش لسه عنده أي فكرة. يمكن في طبعا الناس يعني في حالة استياء في بعض المصانع توقفت عندهم ب5 أيام بسبب انقطاع المياه، فطبعا الحالة سيئة جدا. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إبراهيم أحد شهود العيان، كنت معنا من برج العرب بالإسكندرية. يعاني أهالي مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية من مياه الصرف الصحي التي تغمر شوارع المدينة ومداخل المنازل، الأمر الذي يهدد صحتهم بالأمراض. وقال عدد من الأهالي إن المشكلة نتجت بسبب عدم إكمال خط الطرد الرئيسي واعتماد شبكة الانحدار على الصرف على خط الطرد القديم والذي يستقبل كميات من مياه الصرف أكبر منطقته. ومعنا عبر الهاتف الأستاذ هشام أحد المتضررين من مدينة ميت غمر. يعني هل قدمتم شكاوى أستاذ إبراهيم للمسؤولين حتى
يتم الإسراع بحل هذه المشكلة؟ احنا فندم من الصبح بنتصل ب 125 دي يعني شركة الماء عندنا هنا، من الصبح محدش بيرد علينا. مرة واحدة رد الصبح وقالوا الماء هتجيلكم الساعة 10، الماء قطع من امبارح الساعة 1. وطبعا انا واقف دلوقتي يعني بالصدفة انتوا بتتصل بيا، انا واقف تحت البيت اقسم بالله بقالي اكثر من ربع ساعة عمال الف حوالين البيت عشان اخش، ما انا عارف اخش. الماء واصلة لفوق يعني تعتبر في نص القدم من تحت، ما مش عارفين نعمل ايه. اتصلنا 125 محدش بيرد علينا، وطبعا ميه مجاري يا ريتها ميه نظيفه او ميه شرب، ده ميه صرف، لان مكنه الرفع لما جينا اتكلمنا قال لك ده مكنه الرفع عطلانه. فمكنه الرفع عطلانه يا جماعه، شغلوا الصغير، مواسير مقطوعه، بلاقي الشارع غرقانه، الميه داخله عندنا في العماير، ما مش عارف ادخل البيت. انا دلوقتي واقف في الشارع والله ما عارف ادخل البيت. شكرا شكرا جزيلا الاستاذ هشام احد المتضررين من مدينه ميد غمر. ضربت موجة من الطقس السيء المصحوب بهطول الأمطار معظم أنحاء البلاد، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المرور ببعض المناطق والشوارع الرئيسية والطرق العامة والسريعة بسبب تكدس السيارات وتجمع المياه في مطالع ومنازل الكباري في محافظة القاهرة. كما تعرضت محافظة الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي لأمطار غزيرة أدت إلى تراكم المياه بالشوارع والميادين الرئيسية وأسفل الكباري. وفي محافظة السويس أصيب 9 من جماهير نادي منتخب السويس في الاشتباكات التي وقعت بين الجماهير وقوات الأمن خلال مباراة كرة القدم بين منتخب السويس ونادي غزل السويس باستاد السويس الجديد. وأكد شهود عيان أن الاشتباكات نشبت بين جمهور نادي منتخب السويس وقوات الأمن عقب محاولة قوات الأمن القبض على أحد المشجعين. قررت السلطات المصرية إعادة إغلاق معبر رفح المنفذ البري بين الأراضي المصرية والفلسطينية، حيث كان قد تقرر فتح المعبر منذ يومين بشكل استثنائي لعبور الحالات الإنسانية والعاجلة فقط، على أن يتم غلقه بداية من اليوم لحين الإعلان عن فتحه مرة أخرى. وأفاد مصدر داخل معبر رفح أن الموافقات الخاصة بتشغيل المعبر تصل من الأجهزة السيادية بالقاهرة. ضبطت مباحث السياحة والأثار بالجيزة 1543 قطعة أثرية ترجع للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية، وكانت بحوزة أحد حراس طبل الخيول في منطقة أبو النمرس بالجيزة. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه بمواجهة الحارس اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأنه يقوم بعرض هذه القطع الأثرية للبيع مقابل مبالغ كبيرة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أحكام بالحبس على نحو 90 من رافضي الانقلاب بينهم 26 طالبا بجامعة الأزهر. إقبال ضعيف من المصريين في الخارج على التصويت في ثاني أيام الاستفتاء. الأطباء يؤكدون تمسكهم بمشروع الكادر ويدعون لإضراب شامل مطلع الشهر القادم. نهاية نشرة الأخبار، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت، كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. في أمان الله.